هو ما حدش تاني راجع يا اولاد ولا ايه؟ ذكي ايه؟ حلو حلو. الشكر، هو الشكر هيناقش موضوع هايبو برفيوجن اوف ذا تيشو. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا نوعين من السيركيليشن، نوع اللي هو فين، يعني ارتري يدي كابيلاري، بعدين الكابيلاري تدي فين، وبعدين الفين يدي كابيلاري، وبعدين الكابيلاري تدي فين، فتبقى تو سيتس اوف كابيلاري بينهما فين. دي سموها بورتال سيركيليشن. دي موجوده في حتت معينه زي في الليفر، وزي بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري، زي بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري. لكن معظم السيركيليشن بتاعتنا سيستميك، ان الارتري يدي كابيلاري والكابيلاري يدي فين. حاسس سيستميك سيركيليشن دي معموله عشان تاكل الخلايا. بالله انا والشفا يا نور، يعني الكابيلاري السيستميك سيركيليشن دي معموله عشان تاكل الخلايا يعني. فهو كلمه شوك يعني هايبو برفيوجن اوف سيلز، او هايبو برفيوجن اوف ذا تيشو، يعني الانسجه دي تعبانه دلوقتي مش عارفه تاكل. هو دي كلمه شوك، يعني السيستميك سيركيليشن فشلت في انها تاكل الخلايا، هي دي معنى كلمه شوك. السؤال الجاي، طب وليه السيستميك سيركيليشن دي تفشل في تاكيد الخلايا؟ عشان السيركيليشن عباره عن هارت وبعدين ارترز وبعدين فينز وكابيلاريز، والدم بيلف في دوره مقفوله، الدم بيلف فيهم في دوره مقفوله، فعشان يحصل شوك البامب تبوظ، دي يقولوا عليها كارديوجينيك شوك. دي ليها هارت فيلير، ليها هارت فيلير، يعني مثلا اكيوت هارت فيلير ماسيف مايوكاردال انفاركشن، فدي كارديوجينيك شوك. او ان الفيسل يحصل فيه فازو دايلاتيشن جامد، فيحصل بولينج اوف بلاد، فالدم مش عارف يروح القلب، فمش عارف يلف، لان هو صحيح كميات الدم هي هي، بس البلاد فيسل وسعت قوي، فحصل بولينج اوف بلاد. بنشوف الحكايه دي في الانافلاكتيك شوك. في الانافلاكتيك شوك الفازو دايلاتيشن الجامد اللي موجود بيعمل بولينج اوف بلاد. مش بس كده، حتى الكابيلاريز لما بتوسع قوي الرشح بيزيد، يعمل اديمه، فكان العيان يبقى عنده نزيف خارجي، نزيف خارجي، نزيف داخلي، يعني عم بيخر فلويدز جوه وفي فازو دايلاتيشن جامد قوي، ففي بولينج اوف بلاد، فيسموها ديستريبيوتيف شوك. احيانا دي بنشوفها في الانفلكتيك شوك، بنشوفها كمان في السيبتيك شوك. يعني السيبتيك شوك فيها اليمنت ديستريبيوتيف، لان بيبقى فيها فازو دايلاتيشن، يعني الانفلاماتوري ميدييتور فيها نيتروس اوكسايد، وده من الحاجات البوتنت فازو دايلاتور، ف بيحصل فازو دايلاتيشن جامد. عشان كده السيبتيك شوك من الحاجات اللي تعتبر برضو ديستريبيوتيف شوك. ممكن العيان يجيله شوك من فاقد الفلويد، يعني الدوره مظبوطه تمام والقلب مظبوط والكابيلاري مظبوطه وكله مظبوط، ولكن الدم نزف، نزف بقى فلويد، زي مثلا عنده ديارية، نزف بلاد، حصلت له حادثه، نزف بلازما، بيرن او بنكرياتيتس، ففقد الفلويد، فده يسموها هايبوفوليميك شوك. الحقيقه ان اكتر نوعين مهمين قوي عندنا في الجراحه هما الهايبوفوليميك شوك والسيبتيك شوك. السيبتيك شوك جزء منها ديستريبيوتيف شوك، من الفازو دايلاتيشن الجامد اللي بيحصل، هي جزء منها ديستريبيوتيف شوك. وبعد شويه العام بيجي له هارت فيلير بقى من التوكسينز اللي موجوده في الدم، فيقلب بكارديوجينيك شوك. فالحقيقه ان السيبتيك شوك كومبلكس شويه، يعني معقده شويه، ولكن في هايبوفوليميك شوك وسيبتيك شوك، دول اكتر نوعين بيهموني قوي في الجراحه يعني. من الحاجات اللي تعتبر ديستريبيوتيف شوك برضو النيوروجينيك شوك. النيوروجينيك شوك دي بتحصل حاجه من الاثنين، يا اما اوفر ستيميليشن للباراسمباثيك، يا اما باراليسيس سمباثيك. يعني مثلا واحد بيعملوا له سباينال انستيزيا او اتقطع عنده السباينال كورد، فالسمباثيك نيرفس سيستم اتشل، فحصل فازو دايلاتيشن جامد، فده نيوروجينيك شوك. او حاجه مثلا واحد بيضرب واحد فضربه بالشلوت في التستس او في الاستومك، فراح عامل سيفير فيجال ستيميوليشن، فعمل برادي كارديا جامده قوي، فكميات الدم اللي رايحه للبرين قلت، فبقى فعومن عليه بقى شوك. يعني الفيجاس ده طبعا باراسمباثيك، انتوا عارفين الباراسمباثيك كرينيو سكرا، فهو نيوروجينيك شوك دي يا اما باراليسيس للسمباثيك نيرفس سيستم زي سباينال انستيزيا او ترانسكشن للسباينال كورد فوق T5 بالذات،
او اوفر ستيميليشن للباراسمباثيك نيرفس سيستم زي البيجل ستيميليشن، ودي رؤيتنا ليها انها ديستريبيوتيف شوك. فهو الشوك باي ديفينيشن هايبو برفيوجن اوف ذا تيشو. الشوك باي ديفينيشن هي هايبو برفيوجن اوف ذا تيشو. الشوك هايبو برفيوجن في منها مثلا هايبو فوليميك شوك. هايبو فوليميك شوك ده فقد بلاد بلازما فلويدز، بلاد في هيموريدج، بلازما مثلا بنكرياتيتس او بيرد، فلويدز زي جاستروانتيرايتس. كارديوجينيك شوك دي اللي هي هارت فيلير، هارت فيلير اكيوت هارت فيلير زي مثلا ماسيف ماكادا انفاركشن. اوبستراكتيف شوك ده لا زي ماسيف بالمونا امبوليزم، لما عيان هيجي له مثلا بالمونا امبوليزم كده كاردياك اوتبوت هيبقى زيرو، مفيش كاردياك اوتبوت. من لو سد برانش الكاردياك اوتبوت يقل، لكن لو كده ده هيموت على طول، الكاردياك اوتبوت هيبقى زيرو. فدي حاجه يقولوا عليها اوبستراكتيف شوك، يعني البالمونري امبوليزم دي مثال للاوبستراكتيف شوك. الديستريبيوتيف شوك دي زي الانافلاكتيك شوك والجينيك شوك، ان في فازو دايلاتيشن جامد قوي فالدم حصل له بولينج في البلاد بس. فمثلا هايبوفوليميك شوك هيموريدج حادثه مثلا، او فقد البلازما او دايريتيك هيدريشن لوس اوف فلويد دايريتيك، او دايابيتس انسيبيدس. عارفين الدايابيتس انسيبيدس ده مشكله يا اما كرينيال بروبلم، يعني في مشكله في الهايبوثالاموس مش عارفه تعمل انتي دايريتيك، فده كرينيال كوز يا فيد ان فمش عارفه تعمل انتي دايريتيك هرمون، هايبوثالاموس مش عارفه تعمل انتي دايريتيك. يا اما رينال دايابيتس انسيبيدس زي مثلا هايبوكاليميا جامده قوي، هايبوكاليميا شديده جدا، فالكيدني مش راضيه تستجيب للانتي دايريتيك هرمون، لان نقص البوتاسيوم الجامد بيخلي الكلى غبيه، لان خلق الله الانسان لحم وعظم وحط الكالسيوم في العظم وحط البوتاسيوم في اللحم، فالهايبوكاليميا بوظ الليفر، تعمل ليفر سيلفيلير، بوظ الكيدني، تخليها غبيه ما تستجيبش حتى الانتي دايريتيك هرمون. يسموها رينال دايابيتس انسيبيدس، يسموها رينال دايابيتس انسيبيدس. جي اي تي لوس زي جاسترونترايتس. فهو اللي عجبني في السلايد ده المنظر ده، يعني واحد عمال يفكر وهو ماشي هو والكلب بتاعه يعني. فبيقول ان العيان لما عنده شوك بيبقى فيه سيستميك فاسكولار انكريس، سيستميك فاسكولار ريزيستنس، يعني فيه فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن بقى في السكين بلاد فيسل وفي الجي تي، الجي تي اللي هو الفازو كونستريكشن وانكريس بريفرال ريزيستنس. وبعدين فالجلد بيبقى بهتان، والعيان طبعا كميات الفلويد اللي عنده قليله، كميات الفلويد قلت يعني كميات الدم قلت، فالعيان عطشان وعنده ليجوريا ولو سيستميك اند بالمونري بريلود، يعني ممكن يبقى الفينس ريتيرن، الفينس ريتيرن قليل فالبريلود قليل. فالعيان عمال يفكر، فالراجل ده عمال يفكر في الشوك وهو ماشي، بيقول عن الشوك ده عنده هنا فازو كونستريكشن كافتر لود، يعني كبريلود البريلود بيقل، يعني الفينس ريتيرن بيقل، وان كل الحاجات الالفا ريسبتور فيها فازو كونستريكشن زي السكين، فالسكين سائع وبيل وزي الجي اي تي. وبعدين الكلب رد عليه قال له بس ده لما يفقد اكتر من 15% من دمه، فيعني حتى الكلب بيرد بيقول بس الكلام ده هيحصل لما يفقد اكتر من 15% من دمه. فعجبني فكره ان الراجل ماشي بيفكر والكلب بيفكر، فانا ايه سبت السلايد عشان ظريف. حلو يا اولاد السلايد عجبكم؟ جميل. السلايد الثاني ده بيناقش النيوروجينيك شوك، هي برضو انا سبته عشان الدخله دي. اني فاكتور ذات استيميوليت باراسمباثيك، استيميوليت باراسمباثيك ده لو البيت اور انهبيت سمباثيك، انهبيت سمباثيك دي زي سباينال كورد انجري فوق تي 5. معرفش دكتور الهواري قال لك يا اولاد ان في حاجه اسمها شوك فيز، لما السباينال كورد يتعور في حاجه اسمها شوك. لو هو قال لكم ان في شوك فيز هتعرفوا ان في فازو دايلاتيشن جامد، والفازو دايلاتيشن ده يعمل شوك للعيان لانه بيعمل بولينج وبلاد. قالها كتير قوي كويس. طيب هو العيان ده بتعرفوه ازاي يا اولاد؟ عيان شوك مثلا في حادثه فالعيان شوك، لما انتوا بتشوفوا حادثه وبتلاقوا واحد شوك اول حاجه بيخطر في بالك انها هايبوفوليميك، فانت مستني العيان يبقى سائع، جلده سائع، لا ده دافي، جلده دافي، ما ده فازو دايلاتيشن. مستني يبقى عنده تاكي كارديا، ده عنده برادي كارديا، عيان دافي وبرادي كارديا في حادثه، هو ده السبانر كورد، هو ده النيوجينيك شوك. فهمتوا بتشخصوا السبانر كورد انجري والشوك فيز ازاي؟ يعني واحد في حادثه، فانت حادثه دي اول حاجه بتخطر في بالك هايبوفوليميك شوك،
ايوه بس هو العكس خالص، اللي عنده ضغط واطي جدا، واطي جدا يعني شكر، فانت مستني ان هو يبقى ساقع وعنده تاكي كارديو. ايوه بس اللي عنده دافي وعنده برادي كارديو، بص على السباينز بتاعته هتلاقي في فراكشر سباين، في فراكشر سباين، وفي سباينال كورد انجري. فهمتوا هتعرفوا العين ازاي ولا؟ عرفتوا هتعرفوا العين ازاي؟ لو جالك عين في الاستقبال هتعرفه دافي وبرادي كارديو، دافي وبرادي كارديو. فهو النيوروجينيك شوك يا اما ستيميليشن للفيجاس، يعني مثلا انت دكتور وفي واحد جاي يضربك والواحد ده مليان عضلات، فهو لو قرب منك هيطبقك في ايده، هيطبقك في ايده، فده ما ينفعش يقرب منك اصلا، يعني قبل ما يجي جنبك، قبل ما يجي جنبك انت لازم تاخد قرار هفايت ولا هفلايت، فايت اور فلايت. لو قررت تفايت فده يتضرب بالرجل، الرجل طويله، هو حد مليان عضلات بالشكل ده غير مسموح له ان يوصل لك اصلا، والا هيطبقك يا في ايده، فده يتضرب يا اولاد بالرجل، رجلك في التست، شلوت في او شلوت في الاستوب، يجي له سيفير فيجر ستيميليشن وبرادي كارديا جامد قوي ويقع، لان الكارديا اوت بوت مكفيه راح ما راحش المخ، فيجي له برادي كارديا جامد قوي ويقع، فتحط رجلك عليه وتقول لهم حد ليه شوق في حاجه ثانيه، انا مش عايز امد ايدي عليكم، وتمشي على طول، يعني بعد البقين اللي انت تقولهم ده تمشي على طول، لان هو اول ما يقع كده بيبقى هوريزونتال، فالدم بيرجع دماغه هيفوق تاني، فاهمين يا ولاد؟ فده فيجر ستيميليشن. شوفوها كمان لما في تلاقوا اتنين بيضربوا بعض، اتنين محترفين بيضربوا بعض في الفيلم، فتلاقيه بيحاول يضغط على عينه او يضغط على الكاروتيد عشان يستيموليت الفيجاس ويعمل له برادي كارديا وشوك، فدي نوع مشهور قوي من الشوك. او حاجه انهبت السمباثيك نيرفس سيستم اكتيفيتي، فاهمين يا ولاد؟ فلو انهبت السمباثيك نيرفس سيستم هيعمل ماسيف فازو دايلاتيشن، ماسيف فازو دايلاتيشن، فاهمين يا ولاد؟ فالفازو دايلاتيشن ده ديفينيت هيعمل شوك، كوزز سباينال كورد انجري 45 او سباينال انستيزيا او بعض الادويه اللي هتنهبت الفازو موتور سنتر، يعني بعض الادويه اللي هتعمل ديبريشن للفازو موتور ايه سنتر، او سيفير بين سايكيك تروما جامد، او سيفير بين، يعني عايزك تتخيل ان انت كنت على مركب والمركب غرقت، وبعدين رحت على الجزيره، طلع الجزيره دي فيها الغوله بعين واحده، فخدك انت واصحابك وحطك في الارض عشان ياكلكم، وبعدين نقى اتخن واحد فيكم وحطه في السيخ وشواه وانت عمال تتفرج عليه. انا عايز تفهم شعور تاني اتخن واحد ده هيجي له نيوروجينيك شوك، فاهمين يا ولاد؟ خلي بالكم ان هو برضو الراجل والكلب ده، انا ما اعرفش ايه علاقه الراجل، الناس الراجل والكلب، يعني ما اعرفش الناس دي برضو غريبه شويه، يعني علاقتها بالكلب والقطه مش طبيعيه يعني، فاهمين؟ فالراجل ابو كلب ده ولاد برضو بيتكلم على برادي كارديا اهو، هو بيفكر انه ما فيش ريزيستنس، مفيش فاسكولار ريزيستنس عشان كده العين دافي، مفيش فازو كونستريكشن، في فازو دايلاتيشن عشان كده العين دافي، وبعدين عنده برادي كارديا كمان، عنده برادي كارديا، فاهمين يا ولاد؟ بعدين هنا بيحاول يشرح النيوروجينيك شوك، بيقول ان في امبالانس، فقدنا البالانس بين السمباثيك والباراسمباثيك نيرفس سيستم، فده عمل سيفير فازو دايلاتيشن، والفازو دايلاتيشن عمل بولينج اوف بلاد، يعني قلل الفاسكولار ريزيستنس ولينج اوف بلاد، فعمل ان ادكويت كاردياك اوتبوت، يعني مفيش فينس ريتيرن، الفين وسع قوي وعمل بولينج اوف بلاد فمفيش فينس ريتيرن، فده قلل التيشو برفيوجن وامبيرد سيلولار ميتابوليزم، قلل البرفيوجن وامبيرد سيلولار ميتابوليزم. بعدين ايه يعني النيوروجينيك شوك ده، يعني في حكايه الراجل والكلب، والكلب ده والراجل بيأكدوا على ان العين دافي، دافي عشان الفازو دايلاتيشن وعنده برادي كارديا، فالكلمتين بتوع الراجل والكلب. وبعدين اللي عمال يقول لكم عن نيوروجينيك شوك المخ بالسباينال كورد سمباثيك وباراسمباثيك، فظريف يعني. فانا ايه الاخبار يا اولاد؟ ظريف النيوروجينيك شوك؟ ديستريبيوتيف شوك معناها فازو دايلاتيشن، والفازو دايلاتيشن ده عمل بولينج اوف بلاد، ومشكله الفازو دايلاتيشن الجامد يا اولاد ان هو بيعمل بولينج اوف بلاد، وساعات كمان يعمل يزود الرشح، ما الكابيلاريز لما توسع قوي يا اولاد يزيد الرشح، هو ده بالرمان. ايوه نور، هو بالرمان. انا علاج كان عندي صداع
جامد قوي، ويعني خدت بنادول وسترويد الانفلاماتوري، وده اللي اخرني عليكم شويه، لان دخلت قفلت النور وحاولت افصل شويه كده، لان وانا قاعد اوضب السلايدز على بال ما بخلص 50 سلايد بكون يعني الزيات لسه في منه لسه، يعني ده كان اول دفعه سلايدز اديها لي، فالسلايدز بتاخد مجهود غير طبيعي. يعني انت عش من اول التروما كده يبدا السلايدز تكون تخف عني بقى شويه، تخف عني شويه يعني، لكن تاخد مجهود كبير قوي في التظبيط، فبصدع، ما اعرفش بقى النضاره فيها حاجه، ما اعرفش بس بصدع يعني. فبحاول اعمل ريهايدريشن لنفسي، بشرب سوائل كتير يعني. فمنهم بالرمان، منهم يا نور بالرمان يعني. ربنا يكرمه. دلوقتي الديستريبيوتيف شوك ده الكابيلاري ليكج، الكابيلاري وورسن ذا هايبوفوليميا اند كوز اديما. يعني من الحاجات مثلا اللي تفهمك حكايه الكابيلاري ليكج دي، مثلا الانافلاكتيك شوك اللي بيموت العيان الاديما في اللارنكس والبرونكا الاديما، العيان تلاقوا شفته وارمه ولسانه وارم وحلقه وارم واللارنكس وارمه وبرونكوس بازم، فالعيان بيموت بيتخنق. فدي من الحاجات المهمه قوي، مثلا الإديمز دي اللي بتحصل في الشفة وفي الطنج وفي الفارينكس واللارينكس ومع البرونكوس بازم كمان، العام بيتخنق بيموت، فدي من ضمن الحاجات اللي بتموته. لو حالة مايلد كده، لو حالة مايلد كده بيبقى فيه أدكويت فلويد ثيرابي، يعني ممكن تدي فلويدز كده يوجوالي كومبنسيت، فاهمين على دي؟ يعني لو في فازو دايلاتيشن شوية خفيف كده ممكن مع الفلويد ثيرابي كان كومبنسيت، فاهمني؟ طبعا لما يبقى في دايلاتيشن جامد في الفيسل بتعمل كريلاتيف هايبوفوليميا، يعني الدم هو هو 5 لتر بس المواسير اللي وسعت، او لما وسعت راحت عامله بولينج اوف بلاد وقللت الفينس ريتيرن في الفينا كيفا. من الحاجات المشهوره قوي فيها الانافلاكسس، الانافلاكسس ده واحد اكل حاجه بتعمل له حساسيه، سمك، بيض، شيلفش، او واحد شم حاجه، حتى ساعات بيقعدوا يقولوا يعني حبوب اللقاح، طب ده انا همنحم الهواء ازاي يعني؟ واحد اكل حاجه، شم حاجه، احيانا اتقرص بحشره ولا بتاع نحله مثلا قرصته، ودايما او خد دواء من الادويه المشهوره قوي البنسلين، يعني من الادويه المشهوره قوي البنسلين. ويقول لك دايما برضو مش اول اكسبوجر، يعني اول العام بيبقى عنده ماست سيل كده، والماست سيل دي بيبقى عليها ريسبتورز كده ايه زي كوالين، وبعدين ايه يحصل فيرست اكسبوجر للانتيجن، يوم يتعمل اي جي اي، فالاي جي اي دي تبقى زي المفاتيح كده تخش في الكوالين، فالماست سيل تبقى عامله زي الانفيد، الماست سيل عامله زي الانفيد فيها كوالين ومفاتيح كده، بس المفاتيح ما بتلفش يعني بقت عامله زي الانفيد مليانه مفاتيح في الكوالين، المفاتيح ما بتلفش. لما يحصل سكند اكسبوجر ياكتيفيت كومبلمنت، يعني تحسه كان المفاتيح ركب عليها كومبلمنت، فتدور بقى، والخزنه بقى تطلع كل الهيستامين اللي فيه، هيستامين بقى والسيروتونين كتير قوي. طب هو العيان هيجي له ايه؟ هيشتكي من الحقيقه اكتر حاجه لو العيان عمل انهاليشن لحاجه، يعني عمل انهاليشن لحاجه غازات يعني كده، بيبقى عينه دايما عماله وارمه وبتدمع، ومناخيره رانينج نوز، وعنده إديمة في اللبس والطنج والسروت، وبعدين الريسبيراتوري وهيموته. طيب لو كان العيان واكل حاجه عامله له حساسيه، يعني مثلا دخل كل شوربه سي فود وبلح البحر وهو عنده حساسيه مثلا من بلح، يقوم العيان يجي له سيفير كرامبنج بين في بطنه ودايريا وفوميتنج، فاهمين؟ علاج يورينري مانيفستيشنز جامده جدا، وبعدين هيبدا يجي له بقيه الحاجات. يعني الجلد اولاد بيبقى جلده حاسس في جلده باشعريره كده وايتشنج وفلاشنج، يعني بطش حمراء كده في جلده وايتشنج عايز يهرش فيه. طبعا الفازو دايلاتيشن بيعمل بلفيك كونجيشن، يعمل بلفيك كونجيشن جامد جدا زي كونجستيف ديسمينوريا، زي كونجستيف ديسمينوريا في الفينيل كده يعني، وبعدين بيدوخ بقى زي ما انتوا عارفين، هيبدا يدوخ ويجي له كونفيوجن وانكزايتي وممكن يغمى عليه، يعني ديبند.
طبعا لايف سيفنج في الناس اللي عندها انافلاكتيك شوك دي اولاد الادرينالين، يعني لايف سيفنج الادرينالين. ما اعرفش انتوا عارفين ان هم بيبقوا الناس اللي عارفين ان بيجي لهم حساسيه دول وانافلاكسس بيبقوا شايلين في جيوبهم الايبي بن. برافو يا لينا، تمام. ايبي بن، عارفه طب عيب الايبي بن ده ايه؟ عيب الايبي بن ده ايه؟ بتخافي من الحقن ولا ايه يا لينا؟ انت بتخافي من الحقن ولا ايه؟ عيبه انه انجكشن بيموت يا لينا، بيموت. عيبه انه شورت اكتف، عشان كده بعد الايبي بن ده لازم كورتيزون. لو اتاخر هياخد الايبي بن تاني، يعني لو اتاخر هياخد الايبي بن تاني، لكن لازم كورتيزون بعدها، لان الايبي بن ده عيبه انه شورت اكتف، فاهماني؟ عشان كده انفلاكسس بيعالجوه ايبي بن وكورتيزون على طول، كورتيزون وكالسيوم وانتي هيستامينيك. ولو اتاخرت شويه هتديله الايبي بن تاني لان تاثيره هيروح، وبعدين لازم في الاخر لازم هتدي كورتيزون وانتي كالسيوم. ما اعرفش ايه اخبار الانافلاكتيك شوك معاكم، معقوله؟ انافلاكتيك شوك دي كويسه مفهومه ولا؟ الانافلاكتيك شوك دي بصراحه انا هشرحها انا ليه؟ خد الدكتور الهواري اداها لكم. دي حاجه اسمها اكيوت هارت فيلر. يعني مثلا واحد جاله ماسيف ماكاردير انفكشن، فالقلب مش قادر يضخ الدم، فالانسجه كلها هايبوبرفيوز، الانسجه كلها هايبوبرفيوز. فاكون بقى طالبات طب كارديولوجي هروكوا بقى ان في سيستوليك ديسفانكشن ودايستوليك ديسفانكشن واريزميا وستراكشرال بروبلم وهارت فيلير. واضحه لا ده لا؟ هو لو واحد جاله اكيوت هارت فيلير بتعالجه ازاي؟ لو واحد جاله اكيوت هارت فيلير بتعالجه ازاي؟ شاطره يا لينا، دوبامين او دوبيتامين؟ شاطره. ديجيتاليس للكرونيك هارت فيلير، لان ديجيتاليس محتاج ديجيتاليزنج دوز ومينتنس دوز. طب مين احسن يا لينا، الدوبامين ولا الدوبيتامين؟ مين احسن، الدوبامين ولا الدوبيتامين؟ عارفين ليه ولا لا؟ لان الدوبيتامين بيتا بس، لكن الدوبامين بالهاي دوز يشتغل الفا، يعني الدوبامين بالهاي دوز يشتغل الفا، لكن الدوبيتامين كله بيتا، كله بيتا. عشان كده بيعتبروه ان هو بيقلل الافتر لود على الهارت، والفيتامين احسن من الدوبامين. تمام تمام. طبعا جنب الكلاسيكيات بقى، يعني واحد عنده ماسيف ماكاردير انفاركشن هيخش الاي سي يو طبعا او سي سي يو. ليه يا ولاد؟ لو حد عنده ماكاردير انفاركشن دخلوه الاي سي يو او سي سي يو دي نعملوه في العنبر، يعني ليه عايزين يودوه سي عشان هيموت؟ مش شرط، مش شرط. شاطر يا محمد، شاطر يا محمد، عشان خاطر المونيتور. شاطر يا حماده، لان سبب الوفاه في الماكاردير انفاركشن في اول 48 ساعه الاريزميا، يعني العيان في اول 48 ساعه من الاسكيميك هارت ديزيز كده والماكاردير انفاركشن سبب الوفاه في الاريزميا بس، فاهمني؟ عشان كده لازم يتحط على مونيتور على طول. بعد 48 ساعه انا اقدر افصله من على المونيتور واطلعه على العنبر. بعدين هيقعدوا بقى يدوا له بقى زي ما انتم عارفين بقى الاكسجين، ويدوا له بقى ستريبتوكاينيز ولا يوروكاينيز عشان يدوبوا له الجلطه اللي حصلت، اللي هو الكلاسيكيات بقى اللي هم قعدوا يعلموها لكم، نيتريت وما الى ذلك. في هايبوفوليميك شوك. الهايبوفوليميك شوك ستيت اوف ان ادكويت برفيوجن اوف ذا تيشو، دي تعريف الشوك يعني. ويز ديكريز اوكسجين ديليفري وامبيرد سيلولار ميتابوليزم. انت عارفين لما الخلايا ما تلاقيش تاكل بتتنفس انايروبيك، ولما تتنفس انايروبيك تطلع لاكتيك اسيد وتعمل اسيدوزيس. يعني الامبيرد سيلولار ميتابوليزم ده هيؤدي الى اسيدوزيس، تراكم اللاكتيك اسيد واسيدوزيس. السؤال الجاي، ايه اظرف حاجه في السلايد ده؟ البليدنج، منظر البليدنج. هايبوفوليميك شوك الايتيولوجي يا اما فاقد دم في انترنال هيموريدج زي هيموثوراكس او هيموبروتينيوم، رابشر سبرين، رابشر ليفر، او اكسترنال هيموريدج. بلازما، فاقد بلازما، الحاجه المشهوره قوي البير، او الاكيوت بنكرياتايتس، او فاقد فلويد زي الجاسترونترايتس والدايريا. يعني جاسترونترايتس، دايريا، انتستاينال اوبستراكشن. باثوفيسيولوجي، طبعا الباثوفيسيولوجي ده انتوا حافظينه احسن مني. يعني باثوفيسيولوجي، انا عايزك اعمل باثوفيسيولوجي. باثوفيسيولوجي حقيقه ستوب ريبليس اوكسجين مونيتور، ده اللي اتعلمناه في الهيموريدج. ستوب ريبليس اوكسجين مونيتور، ستوب ستوب دي يعني انا اعمل حاجه اللي هي كومبريشن او التورنيكي لو حط على الرجل، والكومبريشن ده باندج او سانج ستيكن اند بلاك مور لو، او كومبريسنج جارمنت. والجسم بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن وفايبرين نتورك وبليتلت، كل دي محاولات تصوير. وبعدين هنعمل ريبليس، هنعمل ريبليس. مين بيعمل ريبليس؟ الجسم، وانا ممكن اساعده لو الجسم مش قادر، انا ممكن اساعده. طيب الجسم هيريبليس ازاي؟ نيورو ده اسرع حاجه، واندوكراين ده
ده بياخد وقت شوية، يعني نيورو سكند. اندوكراين بياخد تلت ساعة تقريبا على بال ما يشتغل، بس بوتال نيورو اندوكراين وحاجات تشينجز على مستوى الكابيلاري والمايكرو فاسكولار سيركيليشن. وانا تبع الكلاس، كلاس 1 ان كيو، كلاس 2 رينجر لابتيت، ثلاث امثال اللص، كلاس 3 كلاس 4 ديرو بلاد اوكسجين، كلاس 2 اكسجين ماسك 40% اكسجين، 3 و4 100% اكسجين. ولو ما استجابش احطه على فنتليتور. بعد ما نعمله بقى مونيتورنج للحاجه. ما عارفش انت فاكرين الهياكل ده ولا لا؟ فاكرين الهياكل اللي احنا خدناها دي؟ جميل. طيب انا هناقش ايه؟ هناقش تاني الحاجات دي تاني. الله، ما انا هايب فوليميك شوك مع نفس الكلام. واقول لك مثلا ان لما واحد بينزف، اول حاجه ان البارو ريسبتور ما بتتشدش، فبتبطل تبعت الانهبيتوري سيجنالز للمخ اللي بتبعتها في تسعة. يقوم المخ ما يبعتش انهبيتوري سيجنالز للقلب اللي هو بيبعتها في 10، ويقوم القلب يحصل فيه تاكيكارديا. وكمان البارو ريسبتور دي لما ما بتبعتش انهبيتوري سيجنال للمخ، المخ اوتوماتيك بيقوم مشغل السمباثاتيك نيرفس سيستم. يقوم السمباثاتيك نيرفس، يعني اول حاجه الانهبيتوري سيجنالز اللي راح القلب قلت، فالعيان جاله تاكيكارديا، فده بيزود الكاردياك اوتبوت وزن ليميت لو تفتكر لغايه دقات قلب 120. السمباثاتيك هيعمل فازو كونستريكشن للفينز، فده يضخ الدم اللي في الفينز على السيستميك سيركيليشن، وعمل فازو كونستريكشن للارتريز بالذات اللي موجوده في الجي اي تي والسكين، فده يودي الدم على القلب، يعني يودي الدم على المسلم على الفيتال ستراكشر، ويزود الهارت ريت ويزود الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت. وان الحقيقه يعني الاستجابات دي بتخلينا نقدر لغايه فاقد 750 ام ال بلاد ثانك يو في الافريج، يعني ثانك يو. وبعدين ده بالنسبه للنيورولوجيكال. ولكن كان في حاجه تانية اللي هو الاندوكراين، وكان البرنس هو الكاتيكولامين، والكاتيكولامين كان بيفاير الفا وبيتا، واللي بيساعده على الفا اللي هو الكورتيزون اللي هو وزير الدفاع، واللي بيساعده على البيتا السيروكسين اللي هو وزير الداخليه، بس ده بيتاخر بتبقى شويه. وان كان في شويه وزراء هنا كده، جلوكاجون وزير الاستثمار والجروث هرمون، وانه دول بيزودوا السكر عشان يكيفوا المخ، والهرمونات اللي هي بتاعت الكيدني الرينين والالدوسترون والانتي دايريتك هرمون، وان الانتي دايريتك هرمون بيفتح الاكوا بورز اللي موجوده في الكولكتنج داكت ويخلي الجسم يشفط الميه، والالدوسترون بيخلي الديستال كونفوليوتد تيبيول تشفط الصوديوم والميه وتخرج البوتاسيوم، والرينين بقى اللي هو بيحول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، وانجيوتنسين 1 تتحول بالكونفرتنج انزيم اللي موجود في البلاد فيسل بالذات بتاعت اللنج الانجيوتنسين 2، فتعمل فازو كونستريكشن وتساعد على الريليس الالسترون. فاكرين عرفت شويه الحاجات الاندوكراين؟ هي كان بيبقى فيه نيورو واندوكراين وعلى مستوى المايكرو سيركيليشن. المايكرو سيركيليشن هي بتبقى معرفش هي بالنسبه لكم اصعب حاجه، ان المايكرو سيركيليشن دي هي بالنسبه لكم انتم بتعتبروها اصعب حاجه، ان ده ارتريول وبين وكابيلاري ودي الشنط، وان اول حدث ان البري كابيلاري سفنكتر هيقفل، فالدم يعمل شنط ويروح على القلب والمخ اللي هو الاداره المركزيه. وبعدين الخلايا اللي هنا عايزه اكسجين، فهي مش لاقيه، يعني هي مش لاقيه اكسجين، تقوم تتنفس انارابيك وتطلع لاكتيك، واللاكتيك اسيد خارج ده بمثابه رساله اس او اس سيف اور سول، بيحاول يبعت عشان خاطر المخ يفتح له. وبعدين الضغط بيقل قوي هنا، فالقلب من يشفط الفلويد اللي في الانترستيشال سبيس، فالجسم كانه بيعمل دلوقتي اوتو ترانسفيوجن، جسم كانه بيعمل اوتو ترانسفيوجن، سحب الفلويد من الانترستيشال سبيس للانترا فاسكولار سبيس، فده كانك بتنقل للعيان فلويد، بتنقله فلويد، فده بيكمبنسيت فوليوم انترا فاسكولار فوليوم، وبيخلي دمه خفيف لان ده فلويد عشان خاطر يقلل تجلطات الدم. ولكن مع السلاج سيركيليشن
بيبدأ يحصل سلاجز هنا وبلاد كلوتس مع بطء السيركيليشن الشديد، الدم هيتجلط ويعمل بلاد كلوتس، وهو ده اللي هيبدأ تنفايت الدي اي سي. نعلى شوية، الخلايا ليها القدرة إنها تخزن سكر لكن ما بتعرفش تخزن أكسجين، يعني الخلايا تخزن سكر لكن ما تعرفش تخزن أكسجين، فلما بتبدأ تتنفس أنايروبيك بتطلع لاكتيك أسيد والسكر عمال يقل، يعني السكر عمال يقل جوه الخلايا لأن هي بتحرقه وتطلع ATP أنايروبيك تطلع لاكتيك أسيد. لازم المخ يلاقي حل، لازم المخ يلاقي حل في النزيف ويوقف الدم. لو المخ ما لقاش حل في النزيف ووقف الدم السكر بيخلص بعد شوية، فلما السكر يخلص لا أيروبيك ولا أنايروبيك، خلاص بقى ما فيش سكر، فالATP تكوين الATP يقف، فالصوديوم بوتاسيوم بامب هتقف، فيبدأ الصوديوم يخش جوه الخلية. الصوديوم لما بيخش جوه الخلية بياخد معاه المية، يعني هو الصوديوم متجوز المية دايما، فالخلية تبقى ورمة تورم، يحصل فيها حاجة اسمها هيدروبيك دي. يعني في الأول الخلية بتبقى مخزنة سكر، حبة سكر، فهي بتاخد السكر وتولع فيه أنايروبيك وتبدأ تستخدمه وتطلع ATP عشان تشغل الصوديوم بوتاسيوم بامب. المشكلة إن بعد شوية السكر هيخلص، فلما السكر يخلص الصوديوم بوتاسيوم بامب هيقف، لأن دلوقتي لا هتقدر تكبس أيروبيك ولا أنايروبيك، فهتبدأ تورم، يحصل حاجة اسمها هيدروبيك ديجنريشن. لو المخ لقى حل ووصل لها الأكسجين هتتحسن، أنتوا عارفين الديجنريشن ريفرس، ولكن لو المخ غبي وما لقاش حل هيبدأ تتحول لنكروزيس، الخلايا هتفرقع ويحصل فيها نكروزيس. نكروزيس مش ابوبتوزيس، الابوبتوزيس معناه ان الخليه لما بتموت بتتكسر كده لخلايا لحاجات صغيره كده، ابوبتوتيك باديز كده صغيره، يبقى عليها وشم كده عشان جهاز المناعه يشوفها وياكلها، فالممبرينز كلها سليمه مفيش توكسينز طالعه. في الابوبتوزيس الممبرينز كلها سليمه مفيش توكسينز طالعه، لكن هنا لما الخلايا بتفرقع الممبرينز باظت، فاللايسوزوما الانزيم كلها راجعه. اللايسوزوم ده مليان سم اللي بيموت البكتيريا، يعني اللايسوزوم ده معمول هو جهاز الدفاع بتاعنا عشان يدافع عننا ضد البكتيريا، فالسم بيطلع بكميات كبيره قوي بقى، ويطلع بقى سايتوكاينز وانترلوكين ونيتروس اوكسايد وتيومر نيكروزيس فاكتور وبليتلت درايف فاكتور، يعني كميه انفلاماتوري ميديتورز كتير قوي طالعه وسم كتير قوي طالع. بعد شويه الميتابولايتس والسم لما بيتراكم كتير بيغلب بقى البريكابيلرز، بالذات قرب ما المخ بقى يكون بيسلم نمر، يعني قرب القلب والمخ بيكونوا بيسلموا نمر، يقوم البريكابيلرز فينتر يفتح فيخش جاش وفلويد. دلوقتي الجاش وفلويد ده هيعمل حاجتين، هياخد السم على السيستميك سيستم، يقوم عامل طبعا سايتوكاينز وانترلوكين بكميات كبيره دخلت على السيستميك سيركيليشن كده، هتعمل في اللنج فازو دايلاتيشن وادلت ريسبيراتوري ستريس سندروم، والقلب يبقى ديميتاس والكدني تبقى ديميتاس والعين يخش في مالتي اورجان فيليا. يعني مشكله الدم اللي دخل جاش انه اخذ السم وطلع بيه سيستميك. المشكله الثانيه ان الاندوثيليوم بتاع الكابيلاريز باظ، فالكابيلاريز عماله ترشح جامد جدا البومين كمان مش فلويد بس البومين، فالقلب واخد الميه وطالع بيها وكان العين اصبح عنده نزيف داخلي، يعني بدل ما كان بيعمل اوتو ترانسفيوجن بقى عنده نزيف داخلي، لان مع الفازو دايلاتيشن الجامد قوي الكابيلاريز بقت ليكي، الكابيلاريز اصبحت ليكي، والكابيلاريز لما اصبحت ليكي كده راحت واخده القلب منه وطالعه فلويد، خد القلب منه وطلع، فالقلب وهو نازل واخد معاه فلويد، ففي نزيف داخلي، خلايا ولاد تحول سكر لكن ما تعرفش تحول اكسجين، لو في اكسجين تتنفس أيروبيك، مفيش أكسجين تتنفس أنايروبيك وتطلع لاكتيك أسيد، فلما البريكابيلاري سفنكتر بتقفل الأكسجين بيقل فبتتنفس أنايروبيك وتطلع لاكتيك، بس بتطلع لاكتيك أسيد وATP، فالصوديوم بوتاسيوم بامب شغالة موجودة، صحيح في لاكتيك أسيد بيتراكم لكن الصوديوم بوتاسيوم بامب شغالة، وبيحصل أوتو ترانسفيوجن لأن الألبومين مش عارف يخرج من الخلايا من الكابيلاري فبيسحب الدم بيسحب الفلويد فيحصل أوتو ترانسفيوجن، والاوتو ترانسفيوجن ده يدي فوليوم ويقلل الفيسكوستي، وبعدين تبدا الاحداث السيئه تحصل. من ضمن الاحداث السيئه ان السلاج سيركيليشن يعمل بلاد سلاج، وده اول مسمار في نعش العيان والدي اي سي. المشكله الثانيه ان انت قطعت الاكل
والاكسجين عن الخلايا فتره طويله، فبدا السكر يقل لدرجه ان السكر خلص. لما السكر بيخلص مفيش بقى لا ايروبيك ولا انايروبيك ولا اي تي بي اصلا، فيبدا الصوديوم يخش مع الميه جوه الخليه، يقوم الخليه تورم ويحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن، لان الصوديوم بوتاسيوم بامب عايز اي تي بي، فهيحصل هيدروبيك ديجنريشن. وبعدين بعد الهيدروبيك ديجنريشن تبدا الخلايا تفرقع ويحصل نيكروزيس. نيكرو يعني اموات، يعني موت موت، نيكرو اوزيس يعني كتير، موت كتير. فالخلايا عماله تفرقع عماله تطلع سم. هنا بقى في سم كتير قوي من الخلايا اللي ماتت، لايسوسوم والسيتوكاينز والتروبين. مع انهيار البريكابيلاري سفنكتر ودخول الدم هياخد السلاجز دي ويعمل دي اي سي، وهياخد السم ويعمل مالتي اورجان فيلير. فالدم وهو معدي بس كده هيعمل حاجتين، دي اي سي ومالتي اورجان فيلير. كمان الكابيلاري بقت سيفيرلي دامج واصبحت ليكي، فالفلويد والالبومين بيخرج، الفلويد والالبومين وهو خارج بياخد معاه ميه، فاصبح كان العين عنده نزيف داخلي. ايه الاخبار يا ولاد؟ المايكروسيركيليشن تعتبر اصعب حته عليكم. ان ادكوت برفيوجن يعمل سيل هايبوكسيا، تقوم مفيش انرجي، مفيش اكسجين، انرجي ديفيسيت، تقول هتتنفس انايروبيك وتطلع لاكتيك اسيد من ولاد وتعمل اسيدوزيس، وبعدين خلاص السكر خلص، فالسيل ممبرين يحصل له ديس فانكشن والصوديوم بوتاسيوم بامب تقف. لما الصوديوم بوتاسيوم بامب تقف الخلايا تورج ويحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن وبعدين نيكروزيس، فاللايسوزوم الانزيم تبدا تطلع ويتراكم توكسيك سبستانس، والتوكسيك سبستانس ده بعد شويه والسيتوكاينز والانترلوكين واللايسوزوم الانزيم لما الدم هياخدهم مع السيستميك سيركيليشن ويعمل مالتي اورجان فيلير. كابيلاريز كمان هتبقى ليكي، هتبوظ وتبقى ليكي، فاهمين يا رد؟ وده هيعمل زي نزيف داخلي، فاهمين يا رد؟ يعني هيطلع السيتوكاينز والانترلوكين والانفلاماتوري ميدييتور والبوتاسيوم اللي طالع من الخلايا، ده كفايه البوتاسيوم، البوتاسيوم بيعمل كارديال ارست، فاهمين يا رد؟ بس يباسوا ادرينال ريسبونس لما واحد بيتعور، يعني بيحاول الجسم تستوب البليدنج ويدايفرت البلاد للكريتيكال اورجان اللي هي القلب والمخ. هيبقى في نيورونال فاكتور واندوكراين فاكتور ومايكرو سيركيليشن، مايكرو سيركيلاتوري تشينجز، فمن النيورونال فاكتور واندوكراين فاكتور ومايكرو سيركيلاتوري تشينجز. الكاتيكولامين البريكابيلاري سفنكتر هيقفل، فالبلاد ما عرفش يخش الكابيلاري، بس ده بيؤدي الى سلاجش كابيلاري سيركيليشن. ممكن يعمل سلاجز، ولما يعمل سلاجز كده دي اول مسمار في الدي اي سي. فرزر سلونج للكابيلاري سيركيليشن بلاد سلاجز عامل، وده لو بقت اكستنسيف هتعمل دي اي سي. السلاج سيركيليشن اجريفيت التيشو هايبوكسيا اند افكت الفانكشن اوف ذا كابيلاري والاندوثيليوم، يعني هيزيد الهايبوكسيا وهيزيد الفازو دايليتور سبستانس والسيتوكاينز، فده هيأذي الابيسيليوم، هيأذي الابيسيليوم بتاع الكابيلاريز شويه، ومور كابيلاريز اوبن شويه وتبدا الكابيلاريز تفتح، فتبقى الكابيلاري ليك ويخرج منها لارج بروتين along with amount of fluid في الاستشيا سبيس، وده نزيف، مقام نزيف داخلي، لان بدا الالبومين يخرج في الانترستيشيا سبيس ومعاه فلويد، ممكن يروح البلورا والبريتون ويعمل بلورا الافيوجن اسايتس ويبقى في سيرد سبيس لوس، في سيرد سبيس لوس. سيلولار دامج، نقص الاكسجين هيعمل انايروبيك ريسبيريشن وتراكم للاكتيك اسيد واسيدوزيس. وذ بيرزيستنت هايبوكسيا السيلولار فانكشن ستارت ديتيريت، والصوديوم بوتاسيوم بامب تفيل ويحصل اكوميليشن اوف ووتر انتراسيلولار، يعني خلايا تورم هيدروبيك ديجنريشن. بعد شويه رابشر للسيل ميمبرين واللايسوسوم، ويبدا يحصل سيل ديس نيكروزيس. فايتال اورجان انيشيالي سبير، يعني القلب كده بيصمد في الاول، بيصمد بفضل البيتا ريسبتور، يعني القلب بيصمد في الاول بفضل البيتا ريسبتور، لكن في الاخر هينهار. وانس ان القلب انهار احنا في مرحله الريفرس. طبعا عن هيجي له اسيدوزيس، ليه؟ من تراكم اللاكتيك اسيد والرينال فيلير، ما الكيدني ليها بافرنج افكت، فاللاكتيك اسيد عمال يزيد والبافرنج بتاع الكيدني وقف، فبقى كلكم عليا ولا ايه؟ فاهمين يا ولاد؟ يعني اسيد بيزيد والكيدني اللي بتبفر وقفت، فاهمين يا ولاد؟ فالاسيدس هيزيد. السلايد ده فيه حاجه صعبه عليكم يا ولاد؟ السلايد ده فيه مشكله؟ السلايد ده فيه مشكله؟
فكرة إن لما الدم بيهدي في الكابيلاريز بيعمل سلاجز وبلاد كلوتس، لو زادت عن حدها هتؤدي إلى دي أي سي. وفكرة إن الهايبوكسيا والسيتوكاينز والإنترلوكين وكده هتأثر على الكابيلاري إندوثيليوم فتصبح الكابيلاريز ليكي. في مشكلة ولاد في السلايد ده؟ طبعًا لو دخل بقى الدم جش على الكابيلاريز بعد ما تفتح هيحصل ليكينج للفلويد والألبومين، هيطلع الفلويد والألبومين. فكل النتيجه ان في سيرج سبيس لوس في نزيف داخلي، لان بدا شويه الدم اللي موجودين يخشوا على كابيلاريز ليكي خالص، ففي سيرج سبيس لوس دلوقتي وفي نزيف داخلي. مشكله ولا فكره ان الخلايا بتخزن سكر لكن ما تعرفش تخزن اكسجين، فهي في الاول تتنفس انارويد لكن هو بعد شويه وطلع لاكتيك اسيد، لكن بعد شويه السكر بيخلص، فلما السكر يخلص يبقى لا اكسجين ولا سكر، ما فيش اي تي بي صوديوم بوتاسيوم بامب بتقف. فلما الصوديوم بوتاسيوم بامب بتقف الخلايا بتورم ويحصل هيدروبيك ديجنريشن، وبعد الديجنريشن لو الايريتانت فضل موجود الديجنريشن بيتحول لنكروزيس، لو الايريتانت فضل موجود الديجنريشن هيتحول الى نكروزيس. وانس اللي في نكروزيس بقى طلع سايتوكاينز وانترلوكينز وليكوتراينز وتيومر نكروزيس فاكتور ولايسوزومال انزيم وبوتاسيوم، ولو عضلات ماتت مايوجلوبلين طالع، يعني كلام يعتمد، فالسم اللي جواها كله طالع. ده الفرق بين النكروزيس والابوبتوزيس. الابوبتوزيس ما فيهوش ممبرين ديستراكشن فما فيش سم خارج، لكن النكروزيس لا طبعا في سيل ممبرين ديستراكشن وبالتالي كل السم طالع. في الاول القلب بيقاوم عشان خاطر هو في بيتا ريسبتور عامل له جاز دايلاتيشن، ولكن الدم قل قوي وهو عنده تاكيكارديا جامده، يعني هو في تاكيكارديا جامده والدم اللي رايح له بيقل، في الاخر هيفيل، هيحصل نسج مفاجئ انفارش في ساعتها. فبنقول بقى ان احنا دلوقتي في ايرفيرسبل، يعني دخل في مالتي اورجان فيلير واحنا في ايرفيرسبل. ايه اخبار السلايد ده؟ طب ليه العام بيجي له اسيدوزيس جامد؟ لسببين، هو في لاكتيك اسيد عمال يطلع والكيدني اللي بتعمل بافرنج حصل فيها رينال فيلير، فالاسيدوز عمال يزيد بطريقتين، الاسيدز بتتراكم والبافرنج بيبوظ، يعني الاسيد بيتراكم والبفر بيبوظ فالاسيدوس هتزيد. فكده عليكم النهارده يا ولاد. حد يا ولاد عايز يسالني عن حاجه؟ حد عايز يسالني عن حاجه؟ ان شاء الله يعني ندعي ربنا ان الحصه الجايه نعرف نخلص الشغل. نعرف نخلص الشغل الحصه الجايه يبقى. طيب يا ولاد حد عايز حاجه؟ يلا نعم.